السلام عليكم مزولاف لونا مشاهدي الكرام مثل ما في العنوان ولاحظت في اللقطة الأولى للفيديو نحضروا مع بعض آيس كريم منزلي ذوق الشوكولا رائع جدا بمقادير بسيطة جدا ثلاث مكونات تكفي لتحضير هذا الآيس كريم بدون ماكينة بدون كريم سائلة يعني النتيجة تكون رائعة نعطيكم أسرار نجاح هذا الوصفة حين نخدمها بالشوكولا السوداء أي نوعية عندكم هنا هنا في الجزائر المتوفر عندنا هذا الشوكولا امباسادور يعني مليح مع كاس من بودره الشونتي هذا الكاس يرفد 170 مليلتر مع كاس من الحليب المركز المحلى منزلي يعني نعطيكم الرابط يعني تقدروا تحضروه في المنزل هنا في الاول ناخذ الشوكولا الشوكولا السوداء قلت لكم اي نوعيه عندكم المهم تكون سوداء نحاولوا نذوبها في لو ماغي يعني حتى بدون اي اضافات يعني حتى تذوب تماما هنا اختصرت عليكم المهمه انا ذوبتها وبديت نخدم يعني بديت نضيف الحليب المركز المحلى يعني قليل قليلا حتى كملت كامل الكميه وتحصلنا على هذا القوام كما راكم تلاحظوا هذا بفعل الحليب المركز المحلى يعني ذوبت هذا الشوكولا السوداء في يعني في حمام مائي او في الميكرووند بعد ذلك بالتدريج ضفت الحليب المركز حتى تحصلت هذا على هذا القوام الثقيل واللامع هذا هو سر نجاح هذا الايس كريم يعني كملت الكمية كما قلت هذا الكاس يرفض 170 ملليلتر يعني درت كاس الى ربع انا عندي كاس الى ربع بودره الشونتيي مع كاس الى ربع ماء يكون بارد من الثلاجه ضروري اخواتي هكذا تطلع لكم جيدا وينجح معكم هذا الايس كريم او هذا الشونتيي لاحظوا راهي طلعت معنا في هذه المرحله الشوكولاته هنا تكون بردت شويه ها هي لاحظوا قوام عفوا ثقيل جدا نبدا نضيفوه بالتدريج على الشونتيي انا اخواتي ما مضطرين كل مره تشريو هذا الايس كريم يعني منزلي يكون احسن صحي ويعني على بالنا المكونات اللي درناهم وضفناهم لهذا الايس كريم ولا بالنا واش ناكلو واش نمدو لولادنا لاحظوا هذا القوام يعني رائع الشوكولا 200 غرام من الشوكولا مع كاس الى ربع من حليب المركز المحلى يعطينا هذا القوام ونضيفوه بالتدريج للشنطية ونتحصلوا على هذا اللون الرائع الا حبيتو اللون اكثر يكون غامق اكثر عفوا ضيفوا الكاكاو ولكن فضلت هذا اللون احسن يعني نضيفوا كامل الكميه الى حبيتوا تزيدوا البنه لهذا الايس كريم المكسرات المتوفره عندكم صدقوني تزيد في البنه فقط لهذا الايس كريم يعني هذا المثلجات او هذا الكريم نقدروا نتناولوه على شكل ايضا التحليه وايس كريم في نفس الوقت يعني وصفه رائعه نتمنى تخلوا لي اكبر عدد من التعليقات واللايكات إذا كان الوصفه نالت اعجابكم فقط ما تردوش في البارتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي هكذا تعم الفائده هنا عندكم لي بيبي دو شوكولا او اي حاجه حبيتوا تضيفوها يعني مسموح هي النتيجه بعد ذلك نحضر هكذا انبوات علبة من البلاستيك او حتى الزجاج يتحمل البرودة نضيف كامل يعني نفرغ الكمية في الداخل هنا نعطيكم سر هذا الوصفة ايضا هكذا ابدا يتجمد ونحافظ دايما على القوام الكريمي هو انه بعد ما نسويو السطح نغطو الـ يعني الكريم تاعنا او الايس كريم بورق الزبده هكذا نتفاداو ان الهواء يمر للداخل وهكذا يحافظ على القوام الكريمي ابدا يتجمد تحصلوا تماما على نفس النتيجه مثل المحلات او احسن يعني بما انه منزلي بعد ذلك نكملو نغطيو عليه بالبابي فيلم او البلاستيك الغذائي الورق الشفاف عفوا الغذائي طبعا ونكملو نغطيو عليه يعني طبقة ثانية ونحطوه في المجمد اكثر من خمس الى ست ساعات اذا تحصلوا على نتيجة رائعة يعني ننصحكم بهذه الوصفه انا اولادي لا يحفظهم يحفظ كامل اولادكم يحبوها بزاف آه خلوا لي في آه التعليقات الاذواق اللي راكو حابين يعني تكتشفوها في آه القناه يعني من الايس كريم اذواق مختلفه يعني آه نحاول نلبي رغباتكم لانه هذا رانا في فصل الصيف وقت هذا هذا الايس كريم رايحين نحضروه باذن الله ونفيدكم بجميع الوصفات والاسرار ناجح مية بالمية قوام كريمي لاحظوا يعني من أروع ما يكون الهواء يعني ما تجمدش معنا بما أنه درنا عازل هنا احتفظت على كمية من الشوكولا اللي ذوبتها وخلطها مع الحليب المركز المحلى وزينتها بالكراميل يعني شهي جدا ولذيذ وناجح يستحق التجربه عفوا <applause> اغلوا لي تعليق ولايك اذا كان كذلك